وكانت نفيس صباح الخير يا مصر. دايما بنذكر حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت أمس، ومن أهمها تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصال هاتفي أمس من أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة. شهد الاتصال التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، واللي بينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافي. كمان خلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية بشأن حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ثمن غوتيريش الدور الجوهري لمصر على هذا الصعيد، مشيدا بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار. كمان تلقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، جرى فيه تبادل وجهات النظر بين الزعيمين حول مستجدات العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وخطورة استمرار التصعيد الحالي، سواء لأثاره الجسيمة على حياة المدنيين أو حتى للتهديد اللي بيمثله على أمن المنطقة برمته. خلال الاتصال سيادة الرئيس شدد على استمرار مصر في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، محذرا من التداعيات الخطيرة إنسانيا وأمنيا للهجوم البري على قطاع غزة، ومؤكد ضرورة العمل الدولي الموحد لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو إعاقة. أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وقال سيادته أن الدولة بتهتم بدعم وتطوير الصناعة وأن الهدف الأكبر هو تغطية احتياجات السوق المصري، وقال كمان أن الدولة أنشأت المجمعات الصناعية لتوفير الجهد والوقت على المصنعين والمستثمرين. كمان بالأمس الرئيس تطرق لنقطة مهمة جدا للأحداث في قطاع غزة، وقال أنه بيتم بذل جهد كبير لتخفيف حدة الأزمة في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. رحب كمان سيادة الرئيس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف الاقتتال والتهدئة وإقرار هدنة في الأراضي الفلسطينية. خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم نشوف كلمة سيادة الرئيس. اسمحوا لي في الأول أن أنا أرحب بكم جميعا وأوجه التحية لكل الحاضرين، خاصة الضيوف الأجانب اللي موجودين عندنا. أهلا بكم في مصر، سعداء بوجودكم معنا في اليوم دوت، وأيضا سعداء بتعاونكم من أجل دفع الصناعة في مصر. الحقيقة أنا هخلي كلمتي تنقسم لقسمين، قسم خاص بالواقع اللي احنا بنشوفه دلوقتي في المنطقة، والشق اللي هو الخاص بالصناعة. أنا يمكن أثناء الكلام قلت إن احنا مهتمين قوي بإن احنا يمكن في الأول، أنا قلت الكلام ده السنة اللي فاتت وبكرره، أنا في النهاية أنا في الأول في المرحلة اللي أنا فيها دي الهدف الأكبر هو إننا الصناعة اللي تكافئ يعني تغطي احتياجات السوق المصري. وبالمناسبة لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار قيمة التصدير بتاعي، أقول لك طب مستلزمات الإنتاج اللي فيهم كام بالدولار؟ لأنك أنت لو النهاردة قلت لي أنا مستلزمات الإنتاج اللي فيهم بالدولار 30 مليار على سبيل المثال، يبقى العائد اللي تحقق بالنسبة لي من كل اللي احنا بنعمله ده 5 مليار دولار. أنا بتكلم لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار، يبقى دول كلهم أو نسبة كبيرة جدا منهم بتتعمل داخل مصر، وده اللي ممكن تعمله الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ده أمر في منتهى الأهمية. إذن أنا ببغي في المرحلة الأولى إن ألبي طلبات السوق المصري من كل شيء، مش بس في الصناعة، من كل المنتجات وكل المطالب، ثم ان انا يكون المكون المحلي في اي صناعه بتتعمل بتزيد بشكل مستمر. مثال، احنا مثلا عندنا صناعه السيارات من زمان قوي، من سنين طويله فاتت، من الستينات يمكن وقبل كده. طب المكون المحلي فيهم قد ايه؟ تجد ان كل يعني المصنعين يقول لك انا هعمل 45% 50%. أقول له طب ال 50% دول إيه؟ ألاقي الشركة دي زي الشركة دي زي الشركة دي بتعمل نفس النوع. طب أنت ما تخليهم 25% بس يتكاملوا مع 20% آخرين
من شركه ثانيه. يتكاملوا يعني ايه؟ يعني مش كلكم زي بعض بتعملوا مثلا الاكسسوارات بتاعه السيارات او التنجيد بتاعها او الصاج بتاعها، لا، حاجات اخرى تخش في صناعه السيارات. الكلام ده بينطبق على حاجات كتير. لو احنا قدرنا النهارده وجينا، ودي دور اتحاد الصناعات وايضا وزاره التجاره والصناعه، ان انا اقول له تعالى انت النهارده بتقول لي انا هعمل 45%، طيب والتاني هيعمل 50% والتالت 50%، بس هي حاجه واحده، الاربعين دول هم الاربعين دول هم الاربعين دول، طب والباقي ده؟ مهم قوي ان احنا نبقى واخدين بالنا ازاي نعمله. واللي انا قلته في كل الصناعات، ان انا مستعد اخش اعمل المنشات المدنيه مهما كانت تكلفتها، عشان اخلي رجال الصناعه يركزوا في المعدات اللي بيجيبوها، عشان يحصل نقله كبيره في المسار اللي احنا بنتكلم فيه ده. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي قاله المهندس محمد وانا يعني اكدت عليه، في ان احنا اي مدارس في الخريطه، على الخريطه اللي انتوا عايزينها اللي بتغطي مناطق صناعيه معينه او صناعات معينه، مستعدين نعيد تخصيصها ونأهلها عشان تقوم بالدور ده وتبقى انتوا المسؤولين عنها زي ما انتوا بتعملوا دلوقتي. النقطه الثالثه، انت قلت ان في اراضي ممكن تكون موجوده في المحافظات، وانا هفكر نفسي وافكر الدوله ان في اراضي اسمها الاراضي المسترده اللي كان عليها تعدي خلال السنين اللي فاتت، ودي موجوده في كل المحافظات وفي اماكن قد تكون داخل كتل سكانيه يمكن، او يعني عايز اقول حجم لا باس به. انا بتكلم على ملايين الامتار. انا بقول كده لينا كلنا كحكومه وكوزارات معنيه بالموضوع، ان احنا ننسق فيما بيننا عشان نبقى شايفين الاراضي ديت ونقول طب دي اراضي متاحه، نعيد تخصيصها طبقا للقواعد والشروط يا دكتور مصطفى للمستثمرين الراغبين ان هم يعملوا المصانع بتاعتهم الصغيره والمتوسطه في الموضوع. طيب هل الكلام ده ينطبق عليهم ايضا في ان انا ممكن اعمل لهم منشآت مدنيه؟ ممكن، انا مستعد، بس انتوا هتدوروا على اليه ازاي تتعمل ديت. انا كل اللي بهدف منه حاجه واحده، ان انا اوفر عليه وقت وجهد وتمويل يمكن يكون مش متاح بالنسبه له عشان هو يعمل افزه في المجال ده. فيما يخص انت قلت المجلس التصديري او مجلس الاعلى للصناعات، انا عايز اقول لك على حاجه واللي بقولها لكل الناس اللي بتسمعني، العبره مش بالمجالس، العبره بالاراده، إرادة الناس، إرادة الموظف اللي موجود في المكتب اللي مش عارف إن هو لما بيوقف حال إجراء ده بيعود على إزاء كبير جدا لبلده، حتى هنا في المدارس اللي أنتوا بتعملوها، حتى المدارس اللي أنتوا بتعملوها، يا ترى بتدرسوا للطلبة ديت إن هو يبقى جزء من فهم إن هو كعامل ما يقبلش إنه يشتغل من غير اتقان او من غير ادراك او مش بكامل ساعات عمله، ان هو يقول لك اديني مرتب زياده وخلاص. علمتوهم الكلام ده، جهزتوهم وعلمتوهم ان هم لا، ما حدش يقول لي اه، حدش يعمل لي كده ان الموضوع اه، لا لا طبعا، وعي مظبوط. انا وانا صغير بتعلم، كان ساعتها حرب الاستنزاف بتحصل، كان المدرسين وهم بيعلموني يقولوا الغلطه وخسائرها، الغلطة وخسائرها، الغلطة وخسائرها، عشان احنا نبقى متعلمين ما نغلطش عشان ما نخسرش. انا النهاردة عايز الطالب ده مش اعلمه انه يبقى ماهر فقط، لا، انا عايز اعلمه انه يبقى مسؤول كمان، يبقى مسؤول معايا في المنشأة الصناعية اللي فيها دي، يبقى جزء ايجابي فيها، ما يبقاش كل هدفه ان انا اقول مرتبي فقط، لا، مرتبي بالدور اللي هقوم بيه عشان انجح المنشاه ديت. ده كلام لازم تهتموا بيه، لان دي مشكله في بناء الشخصيه، في بناء الشخصيه بتاعتنا في مصر. والا ما كانش النهارده تبقى في شركات كتيره موجوده في البلد. الشركات ده انا بتكلم عن القطاع العام، ما بتحققش ارباح والناس تقول لك ادينا حوافز. لو هو مدرك كويس قوي
ان انا بجيب له الحوافز دي من دم بلده، من دم بلده وبديها له عشان اسكته، ما كانش يعمل كده. كان يبقى همه ان هو قاعد في المصنع اللي شغال فيه ازاي يشتغل، ولو ما اشتغلش يقول للمدير بتاعه انا ما مش شغال، شغال ليه؟ فانا بس عايز اقول النقطه دي، دي نقاط انا لما اخذ كلام بتاع مجالس رئاسيه ومجالس رئيس وزاره في للصناعه ولا للاستثمار ولا ده، الموضوع مش كده. الموضوع ان المسؤولين عن الموضوع من اول انا وانت نازل يكون مهتم ويشقى ويعذب نفسه عشان يعبر ببلده. مش الموضوع جينا المكتب الصبح دخلنا وقعدنا ساعتين ثلاثة أربعة وما عملناش حاجة، لا، هو ده اللي البلد هتطلع بيه قدام. الناس كلها بيقول لك احنا دخلنا قليل والأسعار غالية، صحيح. انتوا فاكرين الدولة هتبقى دولة قوية وقادرة بحكومة؟ لا لا لا، برئيس. لو انتوا فاكرين كده تبقى انتوا بتظلموا نفسكم وبتظلموا الفكرة. البلد بتقوم بأهلها، والقوي هي الدولة بشعبها، مش بحكومة ولا برئيس. الناس كل واحد في كل مكان بيحرص على كل قرش وكل جنيه عشان يوفروا لبلده، عشان بلده تطلع لقدام، عشان يبقى ليها مكان على الأرض. أدي الكلام. لكن احنا مش نقعد نقول احنا بنعمل ده وبنعمل ده، ما لو احنا بنعمل ده وبنعمل ده وكده احنا بنعمله صح، طب ما حالنا كده ليه؟ حالنا كده ليه؟ الواحد يبقى صادق، يبقى صادق. دي مشكلة كبيرة. فكفاية كده، كفاية كده. النقطة الثانية كفاية كده. النقطة الثانية اللي عايز أكلمكم فيها هو الواقع اللي هو الأزمة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا. وهنا يهمني أقول حاجة، أنا طبعاً بتابع، يعني بتجيلي تقرير كل حاجة وبشوف بنفسي حتى بعض التعليقات وبعض يعني مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس، مش بس شبابنا الحقيقة. وبعدين اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة. حالة القلق يا دكتور مصطفى إيه؟ متزايدة. وأنا أشارككم إن أنتوا تبقوا قلقانين، وده ظاهرة إيجابية، بس أنا دوري على إن أنا أطمنكم. أنا أطمنكم، مصر حريصة إنها تلعب دور إيجابي جدا على الأقل في الفترة. أنا عايز أقول عشان ما أكونش ظالم، خلال السنين اللي فاتت كلها حتى قبل أنا ما أكون موجود، كل اللي كانوا موجودين في الدولة كانوا حريصين إنهم يعملوا دور إيجابي في إطار فهم إن الاستقرار مهم جدا جدا لمنطقتنا ولدولتنا. فأنا عايز أقول إن نفس الخط إحنا ماشيين بيه، إحنا حريصين على الاستقرار وبنبذل جهد كبير جدا من أجل تحقيقه. وأنا عايز أقول هنا يعني محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعية العامة امبارح بعملية وقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة. ده مهم قوي، لأن طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون لي يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة. وده أمر أنا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان، المكان اللي هي جاية منه. أنا حذرت قبل كده من إن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كده هتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تأذينا كلنا، تأذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو إن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي حولها دي ملهاش معنى يعني تباهي أو تماهي. مصر دولة قوية جدا لا تمس، مصر دولة قوية جدا لا تمس.
فمهم قوي ان احنا لشبابنا وشاباتنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع ان هم يبقوا قلقانين، لا ما تقلقوش، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حافظ البلد ديت في 2011 و 2013 هيحفظها دائما. ليه طيب هيحفظها دائما؟ لان احنا ابدا في سياساتنا اللي بنعملها ما كانش فيها سياسات لا غدر ولا خسة ولا تآمر ولا انتهازية ولا حتى مصالح. كان مصلحتنا ان الدنيا كلها تبقى مستقرة ونبني ونعمر في بلدنا، ده اللي احنا اشتغلنا عليه. وما افتكرش في سنن الوجود اللي احنا موجودين فيه ان يبقى في قيم زي كده بيتم التعامل معها واصحابها يتم يعني ايذائهم او يعني القضاء عليهم او تدميرهم او اي حاجه. لا، وعلى كل حال وعلى كل حال الدوله المصريه بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قادره على ان هي تحمي بلدها تماما، تحمي بلدها تماما. فما تقلقوش، شوفوا شغلكم وشوفوا حالكم وعيشوا حياتكم، وان شاء الله احنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نخفف ونهدئ من حاله يعني الاقتتال اللي موجوده في القطاع، وبنبذل جهد عشان المساعدات الانسانيه كلها تخش. وهنا لازم يعني اسجل كل الشكر وكل التقدير للدول التي قامت بارسال مساهمات ومساعدات انسانيه، وبرضو مهم قوي ان احنا نبذل جهد ونضغط عشان كل المساعدات دي تدخل بحجم يتناسب مع حجم الطلب اللي جوه، حجم الاحتياج اللي موجود جوه القطاع. انتوا احنا بنتكلم في 2.3 مليون، النهارده احنا بنتكلم في حصار كان موجود قبل كده وبرضو بقى اشتد جدا في الميه والوقود والمواد الغذائيه والمواد الطبيه والكهرباء كمان، فالاحتياج ضخم جدا. وبالتالي ما افتكرش ان نقدر نحدد ده ب20 شاحنه او 60 شاحنه او 100 شاحنه، لا، هو اي حجم من الشاحنات اللي ممكن يدخلها للقطاع امره في منتهى الاهميه دلوقتي. يتبقى ان احنا بنبذل جهد ايضا، وانا بقول بس للجميع يعني ان احنا حريصين ايضا على ان احنا يبقى لنا دور ايجابي في تخفيف حده الازمه من خلال اطلاق سراح الأسرى والرهائن اللي موجودين في القطاع، وبنبذل جهد بس مش كل حاجه بيتم الحديث عنها، يعني لما بتخلص بنبقى هنعلن عنها. مره ثانيه انا بطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وبطمنكم بالله سبحانه وتعالى، بالله محدش يقدر، محدش يقدر. يعني نشتغل، خلونا نشتغل ونبني ونعمر. شكرا جزيلا.